لاحظ الكرة وليد يرسل الكرة مازالا اوبا دياباتي يعود تعود العودة وعاد في المباراة من جديد ليسجل الهدف الثاني لفرقة الإمارات 3-2 3-2 جلال قادري يطالب بالمزيد يطالب بالمزيد هذه الكرة مرت هناك في ارتخاء واسترخاء من دفاعات فريق نادي النصر في اللقطة الماضية مر وليد عنبر أرسل كرة عرضية وصلت لدياباتي ما كذب خبر سجل الهدف الثاني ليضع الفريق الإمارات أمام الواقع القريب هو قريب من التعادل الآن لأن النتيجة أصبحت 3-2 لأن الوصول إلى مرمى العميد لا يبقى أو لا يكون لم يكن صعب في اللقطات الماضية.